في هذا الترحال يلوح للأشجار تتوالى قامتها وتورق بالقصائد التي يتلمس بها الشاعر وجوه الآخرين، الآخرون الذين يؤتثون فضاءات هذا الترحال الأبدي الذي يشتهيه طه عدنان. منذ مسقط رأسه في مدينة أسف المغربية على الساحل الأطلسي، مرورا بمسقط قلبه مراكش في سفوح جبال الأطلس حيث عاش صباه الأول ودراسته إلى غاية الجامعة، وحيث ساهم برفقة شعراء آخرين في إطلاق غاراتهم الشعرية، الآخرون مثله حميمون كقصائده التي حملها معه إلى بلجيكا منذ عام 1996، ولم ينقطع فيها عن أشباهه هؤلاء وممن هم حوله كما في كل ترحال، ليساهم عام 2005 في تأسيس أول صالون أدبي عربي ببروكسل سيجوب به مدائن متفرقة في شمال الإسكندنافي حتى الأندلس، ليعود كل مرة إلى أشباه له في الإبداع من جنسيات ولغات أخرى في ائتلاف شعراء بروكسل. ولأنه عاشق بامتياز فقد أصدر ديوانه أكره الحب، ثم بسمتك أحلى من العلم الوطني، ولأنه ظل مكتظا بالآخرين في غربته قال باي باي تشيلو في نص مسرحي موندو درامي، وتحدث بلسان دنيا في نص آخر صدر بالفرنسية، لكنه ظل وفيا لقامته الشعرية العالية. سؤال بريء إلى داعشي. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، هو الله رب الساميين والحاميين وأبناء يافث أجمعين، خلق السومريين والكنعانيين الأراميين والعبرانيين والفراعنة الأقدمين، خلق الويندال والبيزنطيين العرب والفرس الأتراك والأكراد الأمازيغ والسواحليين، خلق المايا والإنكا والأزتيك، خلق المجوس والهندوس والبوذيين السيخ والوثنيين اليهود والنصارى والدهريين، وخلق اللا أدريين السريان والآشوريين والصابئة المندائيين، خلق الشيعة والإسماعيليين الدروز والعلويين، وخلق اليزيديين، خلق الولانيين والفلامانيين الفرنسيين والهولنديين الألمان والإسبان والإيطاليين الأمريكان والبريطانيين الروس والبولنديين المجر والغجر والمنغوليين، خلق الكونغوليين والأنغوليين الكوريين الشماليين والكوريين الجنوبيين الهنود والصينيين، خلق الأمريكيين اللاتينيين الأستراليين والنيوزيلنديين، وخلق الإسكندنافيين. من طين خلقهم سلالة من ماء مهين، ثم سواهم وصورهم فأحسن صورهم، نفخ فيهم من روحه وهبهم عقولا وقلوبا، وعلمهم أسماء ولغات وجعلهم قبائل وشعوبا، الله رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء، هل خلق كل هؤلاء فقط ليعذبهم؟ أحييكم مشاهدينا وأهلا ومرحبا بكم في برنامج بالعربية. الكاتب والشاعر طه عدنان، أهلا ومرحبا بك أيضا ضيفا على هذه الحلقة. أهلا أهلا. سمعنا قبل قليل مقاطع أو ربما القصيدة كلها التي جاءت بعنوان سؤال بريء إلى داعشي، يعني كيف جمعت بين البراءة والتطرف في هذه القصيدة حسب ما فهمت، ومن ثم في ظل أي أجواء كتبت هذه القصيدة؟ هذه القصيدة هي فعلا سؤال بريء كتب على إثر الأحداث التي كانت عرفتها بروكسل، الأحداث الإرهابية في 22 مارس 2016.
في الوقت الذي كان يتزاحم فيه الخبراء والسياسيون يعني لإبداء الآراء الجاهزة والأحكام الجاهزة أيضا، في هذه اللحظة وجدتني رفقة ثلة من شعراء أعضاء ائتلاف شعراء بروكسل، نفكر في طريقة لتخليد 40 ضحايا هذه التفجيرات. وشخصيا كتبت هذه القصيدة في هذا السياق، وهي مجرد سؤال، لأن الشعراء بالنهاية منشغلون أكثر من انشغالهم بالإجابات، منشغلون بالأسئلة، لأن الأسئلة الأكثر بداهة أو براءة أيضا هي في النهاية تحاول أن تجيب وبعمق على شرط وجودنا الإنساني بالنهاية. يعني كيف يمكن أن تذهب أبعد من أحداث عابرة لكي تسائل جدوى الوجود؟ هذا السؤال البريء إلى كل عقلية يعني متطرفة ترى في أن كل هذا الخلق هو موجود من أجل حساب تجد من هؤلاء الحمقى من ينبري حتى لممارسته. فأنت تطرح السؤال عن جدوى الخلق، عن جدوى هذا الخلق في هذا التعدد داخل هذا الملكوت بالنهاية، لكي تؤكد على هذا الإحساس العميق والإنساني بأن الله بالنهاية رحيم بكل عباده، وفي هذا العالم وفي هذه الحياة متسع للجميع. أنت كتبت في إحدى كتاباتك بأنك كنت في المترو قبل الانفجارات الإرهابية التي حصلت في بروكسل بساعة واحدة. هل المسألة الجغرافية هنا وتواجدك قبل الانفجار الذي تم في مترو الأنفاق ربما أعطاك زخما أقوى لتجسيد فكرة التطرف في هذه القصيدة؟ هو فعلا، لأن الذي حصل مع تحديدا هذه التفجيرات لأول مرة أقارب ما حصل من موقع المعني. أنا ببساطة شديدة ذهبت يومها إلى العمل بسبب التزام مهني، ذهبت أبكر من المعتاد، وإلا كنت سأجد نفسي في نفس المترو، لأن الكتاب ربما سنتحدث عن هذه ليست حقيبة، هو مهدى لزميل لي كان في المترو ساعتها، وهذا شخص دائما يعني نخرج تقريبا في نفس التوقيت ونلتقي دائما في نفس عربة المترو، فبالتالي المصادفات وحدها هي من جعلني أنفذ بجلدي. فهذا الإحساس بأنه كان يمكن أن تكون هناك جعل السؤال، أنا كنت دائما أتنصل من كل محاولة للتبرير أو الاعتذار عن أشياء لم أقترفها بالنهاية، فلست معنيا بها ولا مسؤولا عنها ولا مسؤولا عن حماقات الآخرين، ولكن يومها كان لدي إحساس خاص جعلني أستشعر طبعا كل الإحساس العارم بالألم الذي عاشه ضحايا هذه التفجيرات وأقاربهم، ووجدتني معنيا أيضا حتى من موقع فعل الكتابة على ممارسة موقف ضد كل هذا التعصب، موقف باللغة العربية التي أبدع بها والتي أكرر من داخلها بأن هذه اللغة هي لغة إبداع وفن وجمال وليست فقط لغة تكفير وتفجير. طيب، يعني مجرد ملاحظة أخرى قبل أن ندخل إلى تجربتك الأدبية عموما، سؤال بريء إلى داعشي، يعني هو طبعا قد لا يكون المقصود فقط ما حدث في بروكسل من تفجيرات، وهل ترمي في هذه القصيدة إلى
ما يحدث من أعمال إرهابية في سوريا مثلا أو في المنطقة عموما؟ شوف، هو الشعر أساسا بماذا يختلف عن باقي النشاطات الفكرية الأخرى؟ نأخذ الصحافة مثلا. الصحافة تعنى بالحدث، بالعابر، بالآني، باللحظي. الشعر يجب أن يتجاوز هذا الشرط الواقعي الذي أنتج فعل الكتابة لكي يمسك بالأساس ويقبض عليه. فلهذا أنت تطرح السؤال خارج، حتى أنا الآن بحكي وأقول بأن سياق كتابة هذا النص كانت كذا وكذا وكذا، وإلا فالنص هو خارج كل هذه السياقات، هو يطرح سؤالا بريئا بالنهاية، ولكن سؤالا وجوديا يمكن أن ينسحب على كل العالم العربي الإسلامي المترامي الأوجاع. يعني بمعنى فكرة هذه القصيدة ليست لها جغرافيا محددة، وإنما تمتد عبر كل جغرافيات العالم حيث يتواجد الإرهاب كفعل وكجريمة. دعني أنا أعود معك طه عدنان إلى تجربتك الأدبية، وأنا أجد هنا أمامي على هذه الطاولة مجموعة من أعمالك، وبعض من هذه الأعمال ترجمت إلى لغات أخرى كالفرنسية والإسبانية وغيرهما. ما حصيلة تجربتك بعدما يناهز ربما 4 عقود من الكتابة والمغامرة الإبداعية؟ أين أنت الآن من المشهد، ليس فقط الشعري العربي، وإنما من المشهد الأدبي العربي، كون تكتب أجناس أخرى غير الشعر؟ ربما 3 عقود أو أقل من الكتابة منذ البدايات الأولى. اللهم إذا احتسبنا الكتابات الأولى التي كانت وأنا طفل في المدرسة الابتدائية. يعني أنا قلت 4 عقود وأنا حسبت تلك الفترة أيضا، يعني هي البدايات الأولى يعني. صحيح، لأن البدايات دائما تكون نوع من التمارين الصغيرة التي تمارسها وأنت تستحضر المقروء. أنا والدي مدرس، فكان منذ صبايا الأول ورفقة أخي ياسين عدنان كان يحفظنا من عيون الشعر العربي والجاهلي. فأنا في بداياتي كنت أكتب مثلا المرثية إلى بني الأحمر، يعني قصيدة عمودية موزونة. بعدها طبعا حاولت أن أخرج من جلباب أبي على مستوى الذائقة الشعرية للوالد، وهي ذائقة تقليدية طبعا، لكي أنفتح من خلال درس اللغة العربية على أغنية ساذجة للصليب الأحمر لمحمود درويش. كانت أول قصيدة حديثة نتلقاها خارج المقرر. أحسست بما يشبه الدهشة أمام بساطة هذه القصيدة، أمام تفعيليتها الجميلة. فهذه كانت أيضا علاقة جديدة مع شعريات أخرى غير تقليدية، أكثر حداثة، تخاطب وجدان اليافع الذي كنته. ولهذا ربما مارست الكتابة بالتفعيلة على امتداد سنوات، ووجدنا في الجامعة وأجوائها النضالية والطلاب الذين كانوا طبعا متلهفين على هذه القصائد ذات الصوت العالي وذات النفس الثوري وذات الإيقاعات أيضا، وجدوا فيها ضالتهم. وكان هذا التجاوب الملفت الذي أعطى للغناء أيضا جمالها وكل طاقاتها التعبيرية. فبالتالي كان علي أن أصل إلى بروكسل لكي تتغير معالم قصيدتي، لأنني بدأت أكتب مباشرة على الكمبيوتر بعيدا عن كل هذا الاستخاب الخارجي، لكي أنصت إلى ذاتي أولا، إلى أحاسيسي، وكي أكتب أيضا أو أرقن قصائد قد تكون أحيانا على هيئة قصيدة نثر. تحدثت عن الغناء، وتحدثت عن يعني المراحل التي كتبت فيها القصيدة بأشكالها المختلفة.
دعنا نعرج قليلا إلى المشهد الشعري العربي، ولكن بأن نأخذ بعض الرموز العمالقة من هذا المشهد. وأنت التقيت بهم، أذكر على سبيل المثال محمود درويش، أدونيس، تحدثت عن الغناء والإيقاع في القصيدة، أتحدث هنا عن مارسيل خليفة الذي التقيت به أيضا. ما هي المسافات الأدبية الموسيقية الإيقاعية عندما تلتقي بهؤلاء في المشهد العربي، الشعر العربي والفن العربي ككل يعني؟ وأين يقف طه عدنان من هذه المسافة؟ طبعا في بداية مسارك الكتابي أكيد أنك تبحث دائما عن 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 عن, عن, عن عما يشدك من حديث الشعر، عما يدهشك، عما يعطيك هذه القناعة بأن الشعر سؤال مجدي وأساسي من أجل تحقيق التوازن. وهنا القراءة طبعا كانت أساسية. أنا تحدثت قبل قليل عن قصيدة محمود درويش. عندما تعرفت على تجربة درويش مباشرة بدأت أتلقاه أيضا من خلال قصائد مغنات يؤديها مارسيل خليفة. فهكذا تمت أو ابتدأت هذه العلاقة من خلال مارسيل، وتعمقت لكي أعرف درويش أكثر، وبعدها لكي أبحث عن كتبه وقصائده. أغاني مهيار الدمشقي مثلا كانت لقاء لافتا، يعني تحقق لي منذ يفاعي الشعري، فبالتالي هذه قصائد. وبعدها يعني تم اللقاء بالمبدعين والتعرف عليهم عن قرب. أظن بأنه في الحياة أنت تحتاج دائما، تحتاج إلى مصادفات ولقاءات شعرية، سواء من داخل الشعرية العربية أو حتى من داخل الشعريات العالمية، لأن هذا كله بالنهاية يعطي أو يرسم لك طريقك الأول باتجاه القبض على صوتك الخاص. طيب، يعني إذا ما تحدثنا عن نصف القرن الأخير من الشعرية العربية وما أنتجت هذه الفترة من أسماء كبيرة وأسماء عملاقة في المشهد الشعري العربي، وهنا لا أتحدث عن جيل الرواد الذي أسس للقصيدة الحديثة، ومن ثم تحدثنا عن ملامح قصيدة ما بعد الحداثة. يعني ما المنعطف الحالي الذي يمر فيه العالم والمنطقة العربية؟ هل تعتقد بأن القصيدة العربية ككل هي أمام تحديات؟ يعني تحديات ناجمة عن كل المحمولات الثقيلة التي يحملها هذا المنعطف. هو العالم كله أمام هذه التحديات، يعني بسياسيه وعسكريه وعلمائه، والعالم لا يتوقف عن أن يضع الإنسان بشكل عام أمام التحدي. وبالطبع الشاعر هو جزء من هؤلاء، فهو أيضا يحاول أن يطرح أسئلته الخاصة العميقة والنفاذة لكي ربما على الأقل يحرض الآخرين على السؤال أو على البحث والبحث في الذات وفي الداخل وفي الوجدان وفي الأعماق لكي يرسم ملامح ما مشتركة لأفق إنساني. أنا أظن بأن الشعراء بدورهم اليوم محتاجون للكثير من التواضع، مثلما يتواضع العلماء الآن أمام الوباء، مثلما قد يتواضع بعض العسكريين وهم قل ما يفعلون طبعا أمام التفوق العسكري الذي قد يكون في هذا البلد أو عند هذا الخصم أو ذاك. على الشعراء والمبدعين أيضا أن يتخلصوا من يقينياتهم
أنا لا أقبل اليوم صوتا شعريا ينتج بنبوئية عالية كما لو أنه يأتي بالخلاص لهذا العالم. أنا أعتقد بأن الشعر مطالب بأن ينتصر للأسئلة بعيدا عن الأجوبة، بعيدا عن المنبرية، بعيدا عن المباشرة، بعيدا عن الجاهز من الأفكار والرؤى حتى الجمالية منها، يعني أن يسائل نفسه وذاته باستمرار، والسؤال باعتقادي هو جوهر الشعر. يعني إذا ما عدنا إلى جيل الرواد وجيل الكبار من الشعراء في المشهد العربي الذين أسسوا للقصيدة الحديثة وأسسوا ربما لملامح قصيدة ما بعد الحداثة، الآن هل تعتقد بحسب الكثير من النقاد بأن المشهد الشعري العربي هو مشهد ميت أو متوفن سريريا؟ كون هذا المشهد لم يقدم أسماء متميزة حتى الآن، يعني أم برأيك هناك أسماء هي قيد التبلور وقيد التميز؟ لا، أنا لا أعتقد. أنا أظن بأن كل جيل له شعريته وله شعراؤه وله أسماؤه المضيئة، ولكن كل هؤلاء هم شعراء معاصرون اليوم. أنت تعرف بأن المعاصرة حجاب، المعاصرة تذهب المناصرة، بل أحيانا تدفع بالشعراء الذين يعاصرون بعضهم البعض إلى المناقرة وإلى بعض الحروب الصغيرة، يعني يحاولون من خلالها إلغاء الآخر وربما الإطاحة به أو إزاحته من المشهد، في حين أظن بأن الشعرية العربية تزخر بالأسماء وبالجماليات، ويلزم فقط الوقت الضروري لكي يتم هذا الفرز، ونحن لن نحدد هذه الأسماء اليوم، ربما سيحددها الزمن، سيحددها التاريخ، كل هذا طبعا دون أن نترقب بروز عمالقة بيننا. فعلينا جميعا حتى كشعراء عرب أن نتواضع أمام الشعريات العالمية. هنالك شعريات كبرى منذ الشعر الفارسي القديم إلى غاية ما تنتجه الشعرية الغربية أو الأسيوية المعاصرة، يمكن أن نستفيد منها الكثير أيضا وبكل تواضع. قبل أن أذهب إلى فاصل مع المشاهدين، من جملة هذه الأعمال الموجودة أمامنا الآن، لو طلبت منك أن تختار أهم وأفضل وأقوى عمل سواء كان شعري أو نثري أو مسرحي لطه عدنان، مع تعليق قصير ومن ثم نتابع. أهم عمل، هذه عملية صعبة، ولكن ربما سأذهب إلى ما أعده أول عمل شعري، وهو أكره الحب. ولو أن هذا الكتاب كان له، لأنه صدرت قصائده الخمس الأولى فيها في هذا الكتاب ولي فيها عناكب أخرى، كانت تنتظر الصدور في 2003 ضمن الرباط عاصمة الثقافة العربية، عندما بعثت بالكتاب مغيرا العنوان لأنني سرعان ما وجدته تقليديا إلى جائزة بالشارقة ففاز هناك، وبعدها أضفت قصائد أخرى، فصدر هذا الكتاب الذي أعده فعلا كتابي الأول أكره الحب، وهو مترجم كما ترى إلى اللغة الفرنسية وأيضا إلى اللغة الإسبانية. على كل حال، لن أذهب مع المشاهدين معك إلى فاصل ببعض القصائد أو ببعض المقاطع من قصيدة من مجموعة أكره الحب، ولكن سنذهب إلى فاصل مع مقاطع من قصيدة لك مقام العزل. اسمح لي أن نذهب إلى فاصل مع المشاهدين وثم نعود. مشاهدينا الكرام، ببعض المقاطع أو بعض الأبيات من قصيدة مقام العزل للكاتب والشاعر طه عدنان ضيف الحلقة، نذهب إلى فاصل ونعود بعد لحظات.
لا وقت للهزل، هذا أوان العزل. عد إلى كهفك أيها البشري، عد إلى عصرك الحجري، عد إلى جحرك العصري. فشمس إبريل كاذبة، والربيع يزهر الموت في الخارج. عد لتعي أن الكون منتظم بدونك، وأن الآخرين ليسوا حتما هم الجحيم. اهدئي أيتها البشرية، الكوكب مغلق للتصليح. ستحتجب الحياة قليلا مثل شمس كليلة تناهبت أشعتها الغيوم. فلنترك لغز الوجود يغفو في دولاب الأسرار، ولنركن إلى من فان الداجن. نتابع هذا السيناريو الجنائزي إلى أن تلتقط الأرض أنفاسها، لنهدأ لوهلة قد تطول، ولنبتسم بقبول في وجه أبدية من غبار. تشابهت علينا القواميس، أمشاج الكلمات، فاختلط المجهري بالجوهري. تفرقت بنا السبل واستشرت العدوى. لا فرق بين فقير بلا مأوى ولا ساكن القصر ذاك الأمير. لا وقت للهمس، لا وقت لللمس، هذا زمن التباعد. لنعيد تحديد المسافة في الحراك وفي السكون، كأن حفنة ممسوسين نلعب الغميضة مع جراثيم عمياء. العالم يتقدم بأطراف ميتة وشفاه ناشفة من الرضاب. المشاعر تقتل، فاجتنبوا الضم واتقوا القبلات. فهذا الحب كالحرب خدعة يا أيها البشر العاطفي. العالم يتقدم مدججا بالفتوحات المخبرية والنبوءات المجهرية، مثقلا بالحروب. ماذا عن العلاقات الأمريكية الخليجية، وعلى وجه الخصوص العلاقات الأمريكية السعودية، في ظل 4 سنوات يبدو وفق المعطيات بأنه سيكون هناك شهر عسل إيراني أمريكي إن صحت التسمية؟ هذا ليس معناه أنه سيكون هناك تحالف أمريكي إيراني. إيران هي التي تلعب على الحبلين كما اعتدنا. ما الذي يفعله الإيراني في اليوم؟ إيران هي السرطان الحقيقي في هذه الدول. لا نؤيد إيران في منطقة الشرق الأوسط، نحن نريد إيران بعيدة عن الشرق الأوسط. لماذا هذا التحالف نفسه أنشأ مجاميع مسلحة وميليشيات مسلحة جديدة تحارب الشرعية التي أتت هذه الدول لدعمها؟ لم يحدث أن جاءت دولة عربية واحدة بخطة لتمزيق اليمن. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. من جديد معنا في هذه الحلقة الكاتب والشاعر طه عدنان. أهلا بك أيضا مرة أخرى طه عدنان. لو أبدأ معك الجزء الثاني من هذه الحلقة بما أنت عليه، وأنت هجين إن صحت التسمية ما بين الشعرية العربية كونك قادم من المغرب كبلد عربي، والشعرية الأوروبية أو الشعرية الغربية كون أنك قضيت ربما أكثر من 2 عقدين هنا في بلجيكا.
ما مدى تأثير هذا التزاوج أو هذا التمازج الشعري العربي الغربي على نتاجك؟ طبعا بكل تأكيد الوجود في مكان أو في فضاء جديد بالنسبة لأي شاعر هو بشكل من الأشكال دعوة إلى إعادة التفاوض مع الفضاء الجديد، مع مفردات العيش فيه، وبالتأكيد يؤثر حتى على نظرتك للعالم والأمور. يعني أنت تجد نفسك في مكان ليس مكانك الأصيل الطبيعي، فهنالك نوع من الاقتلاع الذي من جذورك بشكل من الأشكال الذي يجعلك في البداية تكتب بالكثير من الحنين، ولو أننا لن نصل إلى الحنين الذي عرف به المهجريون الأوائل، يعني لأنه حنين رغم كل شيء، لكن سرعان ما تبدأ في التخلص رويدا رويدا من وطأة الحنين، خاصة وأنني أنا شخصيا جئت إلى بروكسل عام 1996، يعني في الفترة التي جاءت فيها الانترنت. أول ما وصلت إلى الجامعة أعطوني إيميلا مثلا وإمكانية ولوج هذا الفضاء الجديد الذي لم أكن أعرف حتى ما أفعل به، لأنه في المغرب وفي العالم العربي لم يكن شائعا، لكن بمجرد ما دخل أخي وشقيقي ياسين عدنان معي على الخط الإلكتروني بدأت يعني أدمن على هذا العالم الرقمي، وحتى قصيدتي حاولت في لحظة ما أن تستوعب أجواءه دون إذن مني يعني ودون سابق تخطيط، لكن وجدت فعلا بأن العديد من المفردات الإلكترونية تدخل إلى هذه القصيدة، وأنا أحكي عن حالي ومآلي في هذا المغترب بشكل من الأشكال، لكن سرعان أيضا ما تجاوزت حتى هذه المرحلة لأجدني مهتما أكثر بالآخرين، بشخوص صادفتهم في حياتي وفي مساري لكي أتوقف عندهم سواء هنا أو في أماكن متفرقة من العالم. كتبت مثلا لماروكسيلواز عن بنت مغربية من الجيل الثاني، قصيدة نينو عن شاب جزائري كان صديقا لي وتم ترحيله إلى بلده الجزائر، عن أمادو ديالو وأنا في أمريكا، هذا مهاجر إفريقي تم قتله أمام بيته من طرف الكوبويز وهم جهاز أمني كان أنشأه جولياني لما كان عمدة لنيويورك. فهكذا تجد نفسك وأنت تنتقل إلى فضاء جديد، تعيد اكتشاف ذاتك، هويتك، فرادتك، خصوصيتك، وتحكي كل هذا شعرا أو نثرا، لكن تحكيه على طريقة أو في شكل إبداعي. أنت تحدثت عن ياسين عدنان، طبعا هو زميل أيضا وشاعر وروائي، وأود أن أوجه له التحية عبر هذه الحلقة والموفقية في المزيد من الإبداع. الشعر المهجري الجديد، قلت قبل قليل حنين المهاجرين اليوم هو يختلف عن الحنين الموجود في الأدب المهجري القديم في الأدب العربي. ما مميزات هذا الأدب المهجري الجديد، وما هي المحمولات الجديدة التي دخلت عليه؟ طبعا لأن المهجريين الأوائل يعني هم غادروا خاصة بلاد الشام مضطرين وهربا من جور الحكم العثماني حينها، فبالتالي قطعوا بحارا ومحيطات لكي يصلوا سواء إلى أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية لكي يكتبوا معاناتهم في أماكن بعيدة عن بلدانهم الأصلية.
يعني سواء بالنسبة للرابطة القلمية من 2020 إلى غاية وفاة جبران في 1932، أو بعدها العصبة الأندلسية التي استلمت المشعل في ساو بولو ابتداء من سنة 1933. هذو كلهم عاشوا إن شئت بدايات القرن العشرين، فالوضع كان مختلفا تماما والوطن كان بعيدا جدا. لكن أنا من الناس الذين هاجروا في يعني في أواخر هذا القرن، ففي وقت كان يتأهب فيه العالم إلى الأنترنت، بدأت تزدحم فيه السماء بطائرات الشارتر المنخفضة التكلفة. ف يعني من الصعب أن أتباكى في قصيدتي، من الصعب أن أستعيد بشكل مضحك يعني هذا الحنين الذي كبده حقا لا مجازا هؤلاء المهجريون القدامى. المشاكل حتى الذي عاشها أو يعيشها لا يزال المهاجرون العرب الآن في أوروبا، هي مع الإقصاء، هي مع الترحيل، هي مع العنصرية، هي أشياء أخرى مختلفة تماما. يعني لم يعد العربي مثلا هو ذلك القادم من الشرق الذي نتفرج عليه كما لو أنه شهريار معاصر، لا، صورة العربي اليوم هي صورة الشخص المهزوم الذي نحذر منه، الذي أحيانا نقرف منه. يعني هذا الوضع يجعل الكتابة أو يعطي للكتابة ميسما آخر، والحبر الذي عليك أن تكتب به يجب أن يكون حبرا من نوع آخر. يعني إذا ما تحدثنا عن كما أشرت إلى الحنين الذي يأخذ أشكال مختلفة، ولو أن الحنين في الأدب المهجري الجديد ربما يأخذ يعني سياقات أخرى، كون العالم ككل تحول كما يقال إلى قرية صغيرة، وبالتالي الحنين يقترب إلى أكثر ما يقترب، يقترب إلى حالة الاغتراب. ومن ثم هل حالة الاغتراب لدى الشاعر والكاتب أو الأديب القادم من العالم العربي هنا إلى أوروبا أو إلى الغرب، هل هو يعني تشكل حالة الاغتراب بالنسبة له تحدي حقيقي، سيما وأنه يكتب بهوية ثقافية مختلفة وبهوية دينية مختلفة وبلغة أيضا مختلفة في محيط لا يفهم لغته؟ هل الشاعر أو الأديب يحاول أن يواجه هذا الاغتراب وربما يتحايل عليه ليحول هذا الاغتراب إلى ما أشبه بمبارزة ليثبت بأنه انتصر عليه، أو أنه على الأقل يبارزه في هذا المشهد الثقافي؟ لا، هو فعل الكتابة يعني بهذا المعنى هو فعل مقاومة، هو مقاومة للذات، لهذا الإحساس الممكن بالدنيا أو باللاجدوى. الكتابة هي إعلان عن الذات وإشهار لوجودك في كل تعقيداته الهوياتية والثقافية والدينية والإيديولوجية، هو إشهار أيضا لخصوصيتك وإعلان عن هذه الخصوصية كفرد، كشخص، كإنسان. فبالتالي أظن بأنه المغترب عندما يتعاطى الكتابة بلغته هو يقوم أولا بالترافع في هذا المجتمع الذي يستقبله، بالترافع نيابة عن بني جلدته، لأن يعطيك صورة ويعطيك ويطرح قضايا شديدة الخصوصية ربما قد لا يعرفها المجتمع
مجتمع الاستقبال، وأيضا يقوم بمهمة إيصال وقائع الحياة في تعقيداتها هنا في الغرب مثلا إلى مجتمعه الأصلي، فهو يمارس نوعا من السفارة الثقافية من داخل هذا الاغتراب. يعني فعل الكتابة أظن بأنه هو فعل حتى باللغة، بلغة الكتابة مثلا، أنا أكتب باللغة العربية بفخر، ويجب أن يتحقق هذا الفخر بالكتابة باللغة الأصلية. ومن حقنا على هذا المجتمع الذي نعيش فيه أن يتعامل ويتعاطى معنا كأناس ترفض الأدب البلجيكي برؤية مغايرة، بحساسية في الكتابة، وربما الترجمة هنا تأتي لكي تمهد أسباب التواصل والتلاقح الثقافي بكل تأكيد. يعني إذا ما اعتمدنا مقولة أن العنف هو الذي قاد التاريخ ويقود العالم اليوم، حالة الاغتراب أو الاغتراب هل يعزز النزعة الإنسانية أم أنه يكرس العنف المضاد للخصم الذي يدعي التفوق عليك في الهوية وفي الثقافة؟ لا، أنا أظن بأنه طبعا الاغتراب يفرض عليك نوع من الاحتماء بالجماعة، هذا أكيد، لأن عندما تجد نفسك كالسيف فردا في مكان ما، فأنت تبحث عن سيوف أخرى لكي تتحقق هذه القوة، وثم أو بالأحرى لتلبية احتياجات خاصة، سواء على مستوى التواصل الإنساني أو أحيانا حتى على مستوى القراءة. يعني أنا عندما جئت إلى هنا لدي احتياجاتي الثقافية الخاصة، ولهذا حاولت أن أنتج أكثر من شيء هنا وهناك، وأن أبحث عن ما يلبي هذه الاحتياجات لدي. فهو يحرض بشكل من الأشكال هذا النوع من الاغتراب على أن البحث عن القرين وعن الخل وعن الصديق الذي تكاد معه مرارة التجربة. وربما هذا ما دفعني إلى أن أبحث من خلال بروكسل المغاربة عن ناس يكتبون بروكسل مغاربة، أدباء يستعيدون هذه المدينة ويتقاسمون معي الإحساس بهذا المكان ومحاولة تملكه أدبيا. نفس الشيء هذه ليست حقيبة، حاولت أن أستكتب كتابا لكي أرى كيف يستعيدون حيواتهم من داخل هذه البلاد الواطئة في أكثر من منطقة. يعني هذه الرغبة في اللقاء مع أشباه لك في الاغتراب، في الأنين، في حب وعشق الكلمة والاستقواء بهم ضد الأحكام النمطية الجاهزة وضد هذه الرؤية المسطحة أو هذا النظرة المسطحة التي تختزل العربي في إرهابي أو عنيف أو ما تفضلت به. أظن بأن الفعل فعل الأدب وممارسة الأدب تأتي بالتأكيد لكي تجيب على هذه الأسئلة. يعني كما هو معروف العنف الأدب، يعني حتى شيع في عصر النهضة العربية إن صحت التسمية، ومع حالات الاغتراب ربما يعني هذا الفعل قد يتعاظم أحيانا عبر الخطاب الأدبي، سواء كان شعرا أو نثرا أو رواية أو حتى عبر خطابات في يعني خطابات فنية. دعني أن أتوقف معك عن نقطة هامة جدا قد تؤثر على الموضوعات التي يتناولها طه عدنان في قصائده وفي أعماله الأدبية الأخرى، خاصة الفوضوية والتمرد. إلى أي حد أنت يعني ممكن تتمرد على كل ما هو موجود إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما كتبت أنت وقلت بأنك في حالة تواصل وفي حالة التصاق مع
الحالة المجتمعية كخط تستقي منه الكثير من مواضيعك في الكتابة. طبعا يعني هو خاصة في البدايات، في البدايات دائما الكاتب يبحث عن 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 التمرد ويرغب في أن يكون مختلفا ربما عن الآخرين، وقد يمارس ذلك بنوع من العنف، لكن في لحظة ما يجب أن تتجاوز كل ذلك، لأن ربما التمرد الحقيقي هو أن تتمرد على ذاتك، على المسكوكات الأدبية والشعرية التي ربما تحد من انطلاقك، فهكذا تأتي الكتابة كمكابدة داخلية تحديدا من أجل العثور على فرادتك، على صوتك الخاص، وأنت تحاول أن تتطرق إلى قضايا إنسانية أو عامة، وأنت تأتي بالقصيدة من عليائها لكي تدرجها في اليوم، في دم اليوم، في الحكايات الخاصة التي قد لا تعني سواك، ولكن كيف تمارس كل هذا لكي تكتب قصيدة تتحاور فيها مع العالم، مع الآخرين، مع الوجود. للأسف كيف يمكن أن يتم هذا بدون أن تكون عنيفا ضد أي كان؟ أنا شخصيا بدأت أقرف من هذا العنف الكبير الذي يسود اليوم، لأن العرب عموما يعني هم منشغلون دائما بالآخرين عن أنفسهم، فتجد المؤمن منشغل بغير المؤمن، والأصولي منشغل بالعلماني، والسني بالشيعي، والسلفي بما بعرف شو، والشاعر بالمتشاعر، والكاتب الذي يكتب ولكن يبدو له أنه أقل موهبة وما إليه. فلو انشغلنا بذواتنا ربما لا حققنا هذا السلام الداخلي الذي نحتاجه من الكتابة، والذي يمكن للكتابة أن توصلنا إليه. يعني أبرز ما يتمرد عليه طه عدنان بدءا من ذاته الأدبية والاجتماعية، ولا نتحدث عن السياسة والفلسفة، لكن ما هي الخطوط الحمر لهذا التمرد الذي يعجز طه عدنان عن تجاوز هذه الخطوط؟ يعني سواء تحدثنا عن السياسة أو الفلسفة أو حتى الاجتماع، وأنت تعرف العالم العربي مكبل بخطوط حمراء ربما أو برتقالية على الأقل. لا، أنا أظن بأن الكتابة هي بالضبط التمرد الذي يجب أن يكون هو على هذا النوع من الخطوط الحمراء. الخط الأحمر الوحيد الذي يجب أن يكون هو الركاكة، هو الرداءة، هذا هو الخط، هو الفجاجة في التعبير. أنا أعتقد هذه هي الخطوط الحمراء. المفروض أن الكاتب، أنت بتعرف برتولد بريخت اللي كان يقول لن يقولوا لماذا الأزمنة رديئة، بل سيقولون لماذا صمت الشعراء. المفروض أن يتحدث الشعراء. أنا أنظر بالكثير من الأسى للشعراء والأدباء الذي ترى كيف يتعاركون فيما بينهم، كيف يطيح بعضهم بالبعض الآخر، ولكن كلهم يخرصون تماما أمام الأوضاع في بلدانهم، أمام الطغاة الذين يستبدون بهم وينكلون بهم وبشعوبهم يوميا. فأظن بأن على الشاعر أن يقول كلمته، على الشاعر أن يقول كلمته، ولكن أن يقولها شعرا، أو الأديب بشكل عام يجب أن ينتج أدبا، هذا هو الخط الأحمر. على كل حال، قبل أن يتداركنا الوقت في هذه الحلقة، أنت انتقلت من الكتابة الشعرية إلى الكتابة المسرحية، ولم تنتقل إلى الرواية على غرار الكثير من الأسماء الشعرية التي تنتقل من الشعر إلى الرواية، كانتقاله من
الاختزال إلى التفاصيل في الحدث. أنت لماذا هذه النقلة إلى المسرح؟ يعني الكتابة المسرحية هل تعطيك إضافات أكثر من القصيدة الشعرية أم ماذا؟ بكل تأكيد، لأن كنظن بأن كل جنس له خصوصيته. الكتابة الشعرية قائمة على التكتيف فعلا، لكن في لحظة ما وجدت بأنه عندي شخصيات، ربما شخصيات ابتدأت شعرا، لأن شخصية جيلو في باي باي جيلو هي مستلهمة إلى حد ما من نينو في إحدى قصائدي هنا بأكره الحب. ممكن أن الدنيا مسرحيتي الأخيرة فيها بعض من ملامح لما روكسيلواز اللي عملتها بورتري شعري أيضا في أكره الحب. فأنا كنظن بأنه أيضا جيله لم يأتي مباشرة من الشعر بل من الرواية، لأن كنت أشتغل على مشروع روائي لم يتواصل للأسف، فكان عندي فيه شخص يترطار، هو هذا الشخص جيلو الذي أخذته وجئت به إلى الخشبة. وجدت أن عنده طاقة كبيرة للقول وللتعبير ولإعطاء الفرجة وممارسة الفعل المسرحي. فكنظن بأن تجربتي مرحلة الشباب في العمل الجمعوي وفي إطار مسرح الهواة بالمغرب ومتابعتي وأنا هنا العديد من المسرحيات، خاصة المونودرامية لأنني أكتب المونودراما تحديدا، فهذه ربما أشياء جعلتني لا أنسى بأن أرسطو في كتابه فن الشعر كان يحدد أيضا الأسس الأولى للمسرح لأبي الفنون. بالنهاية إمكانيات المسرح على مستوى التعبير وما يعطيه لك ككاتب من إحساس، وأنت ترى نصك المسرحي يلعب في فلسطين من طرف فلسطينيين وفي بلجيكا الفلمانية بلغة فلمانية لا تفهمها، أو في إيطاليا بلغة إيطالية لا تتقنها، أو في لغات الآخرين، كيف ينتقل هذا النص وهذه الشخصية بمشاعرها وأحلامها وكذا. هذه كلها أشياء تملأك بالنهاية وتعطي لرسالتك أمداء واسعة وفسيحة. يعني هذه الفتاة الدنيا في هذا العمل المينودرامي هي تعيش على أرض جغرافية ومنفصلة عن وطنها الأصلي، موطنها الأصلي. أنت ماذا أردت أن تقول من خلال كل هذه الأحداث التي تدور حول دنيا؟ أنا فقط أردت أن أحكي وأروي سيرة بنت ومكابداتها، صراعاتها مع ذاتها، مع أسرتها، مع صديقها وزوجها فيما بعد، ومع هذا العالم الذي يحتضنها. وأظن بأنه النص صدر باللغة الفرنسية، وأنا آمل اليوم أن يصدر باللغة العربية لكي يقرأ، لأن أؤمن بأن المسرح يمكن أن يقرأ أيضا، على أن نتفق على أن المسرح هو مندور أساسا وتحديدا للخشبة. وأتمنى لدنيا النجاح الذي ربما لاقاه صديقها جيلو في المسارح العربية ولم لا حتى الأوروبية. اسمح لي أن أنهي هذه الحلقة معك لأن الوقت تداركنا، ولكن في الختام لك كلمة حرة. ليس هنالك أكثر حرية من الشعر، فخليها ختام شعري. إذن ختام شعري، ونحن في بداية شهر آذار وهو شهر الشعر، وفي يوم الشعر العالمي الذي يصادف في 21 مارس آذار، واللي كان بيت الشعر في المغرب هو الذي دعا له لكي يتم اعتماده ويصير فعلا احتفالا بربيع الشعراء في كل أصقاع الأرض. طيب دعنا أن نذهب في ختام هذا اللقاء إلى قصر الفنون الجميلة، حيث ألقيت بعضا من القصائد كختام لهذا الحوار. الكاتب والشاعر طه عدنان، شكرا جزيلا لك، وشكرا على استضافة هذه الحلقة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الأكارم،
الشكر الموصول على حسن المتابعة. أشعلت الجزيرة حيث أعراب مترفون يضرمون الثورات في البلدان الشقيقة، يؤلفون القلوب والسيناريوهات السريعة، ويلحنون مناحات مرتجلة يؤديها كورال معمم وتعزفها أوركسترا مدربة على الحداد. أشعلت الجزيرة حيث أعراب المترفون يضرمون الثورات في البلدان الشقيقة، يؤلفون القلوب والسيناريوهات السريعة، ويلحنون مناحات مرتجلة يؤديها كورال معمم وتعزفها أوركسترا مدربة على الحداد. لا جديد لدى العروبة، القتل مستتب والدم إلى الركب. هناك على مسرح الثورة المأساة ملهاة، الحكام مصاصو دماء، والشعب حفنة ممسوسين يعدون وراء خرقة خلقة يعدونها بيرقا، ومثل حشد من الكمبرس يهتفون الشعب يريد. لقدت بأصابع راعشة جهاز التحكم من بعد وأطفأت الثورة لترفرف بسمتك في خيالي، فأنضوي مسرنما تحت لوائك. أنت رايتي وثورتي، وأنا شعبك العاشق، زعيمك المفدى. أخذت سماعة الهاتف، هكذا القلب يريد. موبايلك مقطوع وهاتفك الأرضي يرن ولا يجيب. على الفيسبوك ألوان الوطن تحجب بسمتك، بسمتك الأحلى من الربيع من كل الفصول، بسمتك أبهى من الجماهير حين تصول، أزهى من الشعب حين يطور وحين يغني بلادي. بسمتك الجدلى في كل نادي، بسمتك أمان الله مستقرا في فؤادي. بسمتك يا خفقة القلب أسمى من كل البيارق، أحلى من العلم الوطني.